ولذلك الرسول لما يقول لك من سره أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه، ده الحديث رواه الإمام البخاري، وفي رواية فليبر والديه وليصل رحمه، وحتى لو لم تكن هذه الرواية موجودة أصلا اللي هي فليبر والديه وليصل رحمه، وما أصلا صلة الرحم هي منبثقة عن بر الوالدين، لأن صلة الرحم أساسا فيها بر بالوالدين، والأرحام دولة أعمامك وعماتك، فأنت بصلتهم تبر أباك، وإما أخوالك وخالاتك فأنت بصلتهم تبر إيه؟ أمك. فإذا كان صلة الرحم بتبارك في عمر الإنسان وتوسع له في الرزق اللي هم الأعمام والعمات والأخوال والخالات، فما بالك بالمنبع نفسه اللي هو الأب والإيه؟ والأم. والله يا أخوانا يعني فعلا اللي عنده أب ولم يدخل بسببه الجنة أو أم ولم يدخل بسببه الجنة ده بخاب وخسر فعلا، وده حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ورغم أنفه عامل زي رمضان كده لما يأتي والإنسان لا يغتنم في يعني خاب وخسر ورغم أنفه من أدرك رمضان ولم يغفر له، كذلك الأمر بالنسبة لمن أدرك أبوي عند الكبر أو أحدهما ولم يدخله ليه الجنة.